السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الحالية رقم 12 في الوسائط المتعددة هي Color in Multimedia. طبعا احنا الكلر راح نتناوله هنا بالنسبة للوسائط المتعددة فيما يخص الصور الملونة والفيديو الملون. بس قبل هذا راح نشوف شنو هو الكلر. الكلر is ascension sensation produced by human eye and nerves. إذا هو إدراك أو إحساس ينتج من خلال العين البشرية ومن خلال الجهاز ومن خلال النظام البصري. It is related to the light, وهو مرتبط بالضوء، لكن عملية فهم الضوء وخواصه ما تعطينا فكرة كافية كيف يمكن إنتاج اللون أو استنساخه مرة ثانية. من خلال التجارب العديدة أخبرتنا التجارب العديدة بأنه عملية إدراك اللون يتعلق بقوة ثلاثة إشارات. هذه الإشارات تنتقل من خلال العصب البصري إلى الدماغ. والكلر معروف عنه هو ظاهرة الضوء اللي تتسبب كيف أن عيوننا تتحسس النوع، كيف أن عيوننا طبعا تتحسس الصفات المختلفة للضوء المنعكس والساقط. الألوان تلعب دور مهم في تمييز وتفسير الإنسان للعالم المرئي، ولا نستغرب بأن كثير من التطبيقات إن المصنعين والمستهلكين يفضلون تفاصيل الألوان عما هو للصور الاعتيادية. ومثل ما قلنا أن الألوان في المالتيميديا يظهر تأثيرها بشكل واضح في الصور الملونة والفيديو، وقد حصل تطور في معالجة الصور والفيديو أدى إلى أن اللون يوفر معلومات مهمة لكل من الإنسان وأجهزة معالجة البيانات. نجي إلى علم الألوان، نجي إلى الضوء والطيف. الضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، من صفاتها أن لها طول موجي. وطبعا الشكل هذا الموجود أمامكم هنا أن الضوء الأبيض ممكن تحليله إلى مكوناته باستخدام موشور أو ما يسمى بريزم، وهذه مكونات الضوء الأبيض راح تنتج الألوان الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأزرق، وكذلك البنفسجي. وأيضا تجربة نيوتن في فصل الضوء في هذا الموشور كانت واضحة في الناس اللي درسوا الفيزياء، أنه الضوء الأبيض هذا يستطيع أن يتحلل إلى هذه الألوان الطيفية. الطيف الكهرومغناطيسي حقيقة واسع جدا. الطيف الكهرومغناطيسي فمثلا نشوف هنا مثلا هو هذا يستخدم للأمواج الراديوية، هنا يستخدم الاف ام، هنا يستخدم للرادار، هنا بالانفراريد لايت بالحرارة، وهنا يستخدم بالأترا فايلت فوق البنفسجي والاكس راي والأشعة النووية. لكن احنا كطيف نستخدمه هو الطيف المرئي الفيزيبل لايت باستخدام العين البشرية، فإذا هو ضيق جدا راح نشوفه يكون بين 400 إلى 700 نانو متر. معظم مصادر الضوء راح تنتجنا طبعا عدة أطوال موجية، لكن احنا العين البشرية ما تستطيع أن تميز كل هاي الأطوال الموجية أبدا، فقط الأطوال الموجية الواقعة ضمن المدى المرئي. فراح تكون هناك شورت ويف تكون بروديوس بلو سنسيشن، واللونج ويف راح تمثل لي اللون الأحمر، وما بينهما راح تكون هذا الأزرق والأصفر إلى آخر من هذا. فمثلا الفيزيبل لايت راح يكون يقع بين 400 نانومتر وإلى 700 نانومتر، والنانومتر هو وحدة لقياس الطول الموجي طبعا، ويكون 10 أس ناقص 9 من المتر. الكلر الألوان تعتمد بشكل مبدئي على الخواص الانعكاسية للأجسام الساقطة عليها الضوء. We see those rays that are reflected while other are. طبعا قسم من
احنا نشوف فقط الاشعه المنعكسه من الجسم، اما الاشعه الممتصه فيمتصها، ولذلك مثلا تشوف بالظلام ما تشوف اجسام، بينما تضطر الى ان تفتح لايت حتى يسقط على الجسم ثم يرتدي الى العين البشريه ويشوف تلك الالوان. فمثلا من صفات الالوان الاجسام الخضراء ريفلكت لايت وذ ويف لينث راح يكون بين 500 او بين 570 اللي هو الطول الموجي للاخضر، بينما ابزورف موست اوف ذا انرجي اند ذا اذر ويف لينث بتمتص معظم الطاقه الساقطه في الاطوال الموجيه الاخرى. الضوء لما يكون لا لوني فمعنى انه فقط له صفه واحده، وهذه الصفه اللي إلى طبعا هي تتعلق بشده الضوء وكذلك او ما هي كميه المستوى الرمادي إلى. اما الكروماتيك لايتس فهو يشير الى الفيزوال سبيكترم، الى الطيف الكهرومغناطيسي المرئي. نجي الى دايمنشن اوف ذا كلرز اللي هي مثلا هنا الهيو والساتوريشن والانتنسيتي مودلز. هنا عندنا ثلاثه دايمنشن لوصف اي لون، فهي الهيو والفاليو والانتنسيتي، ومن خلال هذه الثلاثة يستطيع أن نصف كل لون. الهيو معناها هي is the tribute associated with the dominant wavelength، هي عبارة عن الخاصية اللي ترافق الطول الموجي الأكثر أو يعني الأكثر تأثيرا للضوء الساقط. الهيو represent the dominant color as perceived by the an observer، يعني الهيو كأنما هو ينطيني اسم اللون اللي ينشاف من قبل رأسه ومن قبل الإنسان. الهيو طبعا احنا نقول على الجسم هو أحمر إذا كان specific it's hue، إذا لأنه هو أحمر. هيو refer to the name of the color، إذا هذا أحمر هذا أزرق هذا إلى آخره. It is the contrast between redness, blueness and green، وهو طبعا يعني هو التباين اللي يظهر بين الحمرة وبين الزرقة وبين الخضار، فهذا نسميه الهيو اللي يشير إلى اللون نفسه واسم اللون نفسه. البرايتنس أو الفاليو هو كروماتيك نوتيشن أو إنه يشير إلى الانتنسيتي للضوء أو للون. الفاليو ريفر تو ذا لايتنس، يعني تشير الفاليو إلى قيمة الإضاءة أو الداركنس يعني الظلمة of the color. It is often related to the gray scale where white is the lightest value followed by the series of gray to the back to the darker value. مثل ما تقولون هذا طبعا كل لون أكو بي اللون أكو لون نفسه مثلا الأحمر يكون هو dark ولكن شوية منقدر نفتحها إلى أن نروح إلى اللون الوردي، بس هو الهيو مالته هو من عائلة الأحمر. الصفة الأخرى saturation أو intensity refer to the relative purity of the amount of the light mixed with the hue. إذن هو نقاوة يشير إلى نقاوة ذلك اللون، لأن الهيو قلنا بدرجات معينة هو يشير إلى اللون الأحمر بس إلى تفاصيل أخرى. A pure color are fully saturated. مثلا pink اللي هو red زائد الوايت اللون الوردي are less saturated أقل إشباعا. الانتنسيتي ريفر تو ذا بيوريتي اور امبيوريتي اوف ذا هيو. ذا مور بيور هيو ار جيفن كلر كونتنتس ذا مور انتنس اتس، فكلما كان الضوء اللون نقي كلما كان يشير الى الهيو مالته اللي هي التسميم مالته. والهيو والساتوريشن تيكن توجذر ار كولد كروماتيسيتي. اثنين الهيو وكذلك الساتوريشن يشير الى الكروماتيسي إلى اللونية. therefore color can characterized by السطوع مال الضوء اللون جد وبين راح يكون اللونية مالته شنو هو يعني طبيعة اللون مالته زائد السطوع. نجي إلى primary and secondary colors. في العادي colors are seen as a variable combination of so called primary colors. الألوان هي مزيج من عدة ألوان رئيسية اللي هي red, green, blue. فإذا الـ primary color طبعا هنا في حالة الميكس للضوء نسميه الـ additive
عملية جمع فالبرايمري كلر اوف لايت كان بي ادد تو بروديوس ذا سكندري كلر. بمعنى البرايمري الريد والجرين لو والبلو لو ضفناهم مع بعض ينتج لي الماجنتا. اذا ضفت الجرين مع البلو ينتج لي السيان. اذا ضفت الريد مع الجرين ينتج لي اليلو. المكسين مال هاي ثلاثة برايمري اللي قصد ريد جرين بلو يعطيني اللون الابيض. اما بالنسبه للميكسر اوف بيجمنتس الصبغات طبعا صبغات راح نستخدمها احنا في الطابعات في الاجهزه الاخرى وهنا راح نستخدمها في الشاشات الملونه هاي الخاصيه راح يكون البرايمري كلر اوف بيجمنت ديفايند از وان ذات سبتراكتس اور ابزوربس ا برايمري كلر اوف لايتس اند ريفلكت ترانسميتد ذا اذرز. والبرايمري كلرز هنا اوف ذا بيجمنت هي ماجنتا سيان يلو والسكندري راح يكون الريد جرين بلو عكس ما موجود في البرايمري لايتس. الكومباينيشن اوف ذا بيجمنتس بريميتد بروديوس ذا بروبر كومباينيشن. اذا البيجمنتس هذه سيان ماجنتا يلو دمجناها مع بعض راح نحصل على اللون الاسود وهذه موجوده عندكم الكلر كومباينيشن ريد جرين بلو ريد. لاحظوا الريد والجرين يعطيني هذا اللون ماجنتا والجرين راح يكون مع الريد يعطيني اليلو والجرين مع البلو يعطيني السيان. هذه لما اجمع الاضواء. في الحاله هنا لما اجمع السيان ماجنتا يلو لاحظوا انه السيان هنا راح ينتج لي من السيان مع اليلو مع الماجنتا ينطيني الاسود والسيان مع اليلو يرجع لي الجرين ويمتص بقيه الاطوال الموجيه. واما السيان مع الماجنتا ينطيني البلو واليلو مع الماجنتا يعطيني الريد. هذا مكعب الالوان اللي اشرنا له لك الموجود في ريد جرين بلو كيوب مكعب الالوان والسيان ماجنتا يلو وهذه موجوده نفس التفسير اللي قبل شوي تكلمنا. So far effectively we have been dealing only with the additive color. طبعا احنا في المالتي ميديا هنا باكثر التطبيقات راح تكون مع الاديتيف كلر. Namely who two colors when two color beam embanged on a target. عندما تسقط ضوء على جسم their color are ينجمعون مع بعض. Two phosphorus on the cathode ray tube في شاشات التلفزيون وغيرها are turned into their colorات. يعني اذا شعاعين سقطوا على نقطة موجودة في الشاشة راح يكون اللون ناتج من خلال جمع ذولا اللونين. But for ink لما نستخدم حبر على الورق فاذا situation تكون معكوسة. اليلو ink subtracts blue راح يطرح لنا البلو from white illumination but reflect يعكس لنا الاحمر ويعكس لنا الاخضر ويبدو هو بشكل يلو. في الكمبيوتر طبعا هنا هاي الالوان موجوده في الكمبيوتر من تروح على البينت تطبيق البينت وتروح على الكلر تلقي هذه الالوان موجوده هنا بيسك كلر وتلقي ايضا موجود الهيو ساتوريشن واللومينس والكلر اللي انت راح تستخدمه ايضا تجي الريد جرين بلو يقابل هذه القيم لما تخلي هذا المؤشر يتغير منها. كل واحد فيكم بإمكانه أن يروح على هذه الألوان طبلة الألوان الموجودة بالبينت ويشوفها. أيضا هناك ألوان اللي هي موجودة في الويب كولرز اللي يعطيني الهيو والساتوريشن والبرايتنس والريديو جرين بلو والسيان ماجنتا يلو إلى آخره ينطيك أيضا موجود. هذا موجود في الكولر بيكرز كتطبيق مع الويندو بإمكانك أن تشوف كل هذه الألوان موجودة only web color لما تريد تظهرها راح يظهر لك هذه الالوان المستخدمه هنا. السبتراكتيف كلر سيان ماجنتا يلو كلر موديل طبعا هاي للصور. الموست ديفايسز ذات ديبوز كلرز بيجمنتس اون بيبر such as color printer مثلا الطابعات الملونه ريكوير سيان ماجنتا يلو داتا انبوت تو بيرفورم ريد جرين بلو تو سيان ماجنتا كونفرشن انترنالي في هذا. والرينج طبعا راح يكون هو من صفر الواحد. فمثلا سيان ماجنتا يلو يساوي لك هذه الترانسفورميشن بمعنى انه السيان راح يصير لك واحد ناقص الاحمر والماجنتا واحد ناقص الجرين وهكذا. اذا اخذنا الرينج راح شوي بعد راح نيجي هذا الرينج ممكن يكون 255
هو نفس الفكرة انه 255 ناقص الار. الانفيرس ترانسفورميشن راح يكون ريد جرين بلو، راح يكون واحد ناقص السيان، واحد ناقص السيان. بالتأكيد هنا ار لما تتاخذ الريد هو واحد ناقص السيان. الريموفابل سيان ماجنتا يلو سيستم هذا موجود ايضا في الطابعات. ايكوال اماونت اوف ذا بيجمنت برايمري شود برودوس بلاك. طبعا السيان ماجنتا يلو الكميات المنتجه تنتج لي من عندها بلاك. في البروفيت تطبي كومباينيشن ذيس كلر برودوس ا مودي لوكينج بلاك. سو ان اوردر تو برودوس ترو بلاك يعني لون اسود حقيقي، فورث كلر راح نضيفه الى سيان ماجنتا يلو اللي هو كي يمثل لي اللون الاسود. وبالتالي كملاحظة راح نقول ريد جرين بلو وسيامن ار نوت ويل سوتابل فور ديسكرايبين كلر ان تيرم ذات ار بارتيكولر فور هيومن انتربريتيشن. طبعا راح تكون هذه فقط لتفسير الانسان او ما الانسان يدركه من خلال العمل. ليش؟ لانه واحد لما يريد يشير الى لون سيارة ما ممكن يعطيك النسب المئوية للبرايمري كلر المكون لتلك، فقط يشير له الى انه هذا اللون حسب ما هو يميزه ويشوفه. When human view a color object, we describe it by hue, saturation, and brightness. نجي على العين البشرية. سبحان الله إنه العين البشرية هي مشابهة. The eye work like العين تعمل عمل الكاميرا. With lens هذه العدسة الموجودة، وهذا عدسة الصورة مالته لازم تسقط على الشبكة. إذا ما سقط على الشبكة راح يصير الإنسان النظر ماله يكون غير صحيح. فإذا تكون شبكية رتنا الموجودة is the inner layer of the eye. It contains the light receptors, the rod and cone. وهي تمسك مستقبلات الضوء والرودز والكونز الموجودة هذه نانا. وهذه تشبه عملية الفيلم of the eye. يعني كأنما فيلم الموجود في الكاميرا. Retina also has many internerves that process the signal. وطبعا الرتنا راح تمتلك كثير من الترنر نيرونز، وهاي راح تعالج الإشارات قبل الإشارات الواصلة إلى الرودز والكونز قبل ما توصل إلى الدماغ. فمثلا هنا four kind of light sensitive receptor مستقبلات يكون أربع أنواع. الرودز اللي شوفوها هي هذه الرودز الموجودة هنا. The rods come into play when light levels are low and produce image in shade of gray. هذه the rod لما تكون الصورة gray. Three kind of cones هذه red, green, blue. لما تريد تتميز الألوان راح يكون عندك هاي cones. وهذه cones absorb light from a portion of the spectrum of the visible light. فواحدة راح تتحسس لي red long wavelength light. الأحمر والأخضر ومن ثم تمثل الأزرق، وبالتالي أشوف الصورة الملونة من حاصل دمج تلك الألوان. الآي هاز العين راح يكون بها حوالي 6 ملايين كونز. approximately 65% of all cones are تمتص تتحسس اللون الأحمر، و33 تحسس اللون الأخضر، و2% تحسس اللون الأزرق. due to the absorption of the light color are seen as a variable combination of so-called primary color. إذن عمل نظرا لطبقا لنظرية امتصاص الضوء، فإحنا راح نشوف الألوان كمزيج متغير من الألوان الأساسية red, green, blue. The sensitivity of our receptor is a function wavelength. هسه راح نشوف sensitivity بالنسبة للعين. The overall sensitivity is called luminous efficiency function. وهذا راح نمثله بال V of lambda كدالمان lambda and form as a sum of the response curve of the red, green, blue اللي شوفنا هنا. فإذا هنا هذا هو حاصل جمع الريسبونس للريد والجرين والبلو، ما يظهر هنا لكونه صغير جدا. فهذا هو تكون الريسبشن الموجود الحساسية حاصل جمع الألوان الثلاثة. luminous power measured in lumen يعني LM. It reach a maximum 55 nanometer and drop to zero for both 308 and 720 nanometers. وهذه طبعا نشوف هنا في هذا السلايد ايضا هذه الريسبونس الفريكشنز اوف لايت ابزوربد باي ايتش تايب اوف كونز. راح يكون نلاحظوا الريد والجرين اكثر مما هو موجود بالازرق.
الأزرق اللي يقع ضمن هذا الرينج والأحمر وهكذا. السبكترال سنسيتيفيتي فانكشن لهذه الألوان الثلاثة راح للريد والجرين بلو راح تمثل الـ 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 في العين البشرية كمية راح تكون هي دالة علما إلى الحساسية للأحمر والأزرق والأخضر ثم الأزرق، وبالتالي راح تكون بالنسبة لما نريد الأحمر راح تكون هو الانتجريشن للطاقة الساقطة على حساسية الأحمر دلال. طبعا هذا الانتجريشن راح يكون يتكامل وينجمع، وبالنسبة للجرين وبالنسبة للبلو. The total response of the red channel is the sum over all light falling on the retina to which the red cone is sensitive. كل ضوء سقط على الشبكية من خلال تحسسها بالكونز الموجودة. Weighted by the sensitivity at that wavelength اللي يقصد فيه الأحمر. لما نجي إلى الإيمج فورميشن، الإيمج فورميشن شلون تتكون الصورة؟ وإحنا خذناها أعطيناكم محاضرات سابقة في الإيمج بروسيس. كل الإيمج تتشكل من خلال ضوء يسقط، مصدر للضوء يسقط على جسم ثم ينعكس ويدخل جهاز تصوير، سواء كان دخل العين أو دخل كاميرا، هو بالنتيجة راح يسوي لك فورميشن أو تشكيل للصورة. إذا السيرف ريفلكت ديفرنت أماونت أوف لايت آت ديفرنت ويف لينث آند دارك سيرفيس ريفلكت ليس إنرجي، طبعا أقل من الطاقة، وبالتالي ريفلكتنس فانكشن راح نمثلها بالإس أوف لايت. طبعا أيضا الإنعكاسية هي دالة للطول الموجي. فإذا لايت فروم ذا سورس من المصدر راح يكون إي أوف لامدا، اليومينيت أون ذا سير راح يكون يسقط على السطح، والسيرف سبكتر ريفلكتنس فانكشن كذا هذه is reflected and then is filtered by the eye cones function، يكون هي هذه الطاقة اللي مستلمة بواسطة العين حسب السلايد السابق اللي شفناه. الرفلكتنس هسه راح نشوفها في السلايد القادم. فإذا راح يكون the function C of lambda اللي هي called color signal اللي راح نستلمها حاصل ضرب الطاقة الساقطة في الانعكاسية. وهذه شوفوا المصدر الضوء طاقة ساقطة على جسم، وهذا راح ينعكس، ومقدار الضوء المستلم او الطاقه المستلمه راح تجي العين راح تكون بثلاثه سنسرز، ريد وجرين بلو راح تكون هي كميه الطاقه للريد والجرين بلو كداله للطول حاصل جمع دول الاثنين. اذا ايمج فورميشن موديل، اذا ماكو ايمج تحصل بدون مصدر للطاقه. The equation that take into account the image formation are، هذا بالنسبة للأحمر. إذا راح ناخذ الطاقة الساقطة المنعكسة وحساسية الأحمر، وطبعا لأنه integration في بي دي لامدا، وبالتالي quantity وهكذا بالنسبة للجرين وبالنسبة للبلو. بالنسبة هذه الكميات الثلاثة describe the quality of the chrominess light، تأتي راح هناك لونية اللون الكروماتيك لايت سورس، يعني لونية الضوء مصدر الضوء. هناك ثلاث كميات: الراديانس واللومينانس والبرايتنس. الراديانس هي الطاقة كامل الطاقة الساقطة من المصدر الضوئي. اللومينانس هي الاماونت اوف ذا انرجي ان اوبزرفرز، هي كمية الطاقة اللي يتحسسها الراصد او الشخص او العين البشرية. البرايتنس هي عبارة عن معيار او هي عبارة عن صفة تدل على الانتنسيتي، هل انه ساطع الضوء ولا غير ساطع، خافت ولا اذا كمية شدة ذلك الضوء. إذا نريد نسوي إحنا صورة، طبعا هذه أيضا نريد نسوي create digital image، راح نحط digital image من continuous image، هذه continuous image يشوفوها. شو نحولها إلى digital image؟ نحولها بطريقتين: sampling نسوي digitization لل coordinate values، والquantization نسوي digitization لل value في كل نقطة من تلك النقاط، وبالنتيجة راح أحصل على هذه البيكسلز اللي هذه تمثل لي الكونتينوس، وهذه تمثل لي الديجيتال ايمج. الكلر موديل في الايمج راح انا الكلر موديل اند سبيسز يوز فور، ليش نستخدم الكلر موديل؟ بالغرض انه نخزن نعرض وحتى نطبع الصور. فالريد جرين بلو كلر موديل يوز وذ ذا كلر مونيتور، يستخدم مع شاشات العرض الملونه and a broad class of color video، وكذلك مع الكاميرات. ايضا هو يستخدم خاصية نظام الكارتيسيانز coordinate، والنمبر اوف بيت يوز تو ريبريزنت ايش بيكسل ريد جرين سبيس از كولد بيكس ديبث، او اور ما نسميها كلر ديبث، وهي تعطينا كمية الالوان هسه راح نشوفها. هناك طبعا مع اختلاف الانظمة المستخدمة في الوقت الحالي،
فلازم هناك عندنا سب سيت، تو سب سيت من الكلرز، واحد نسميه ريد جرين بلو سيف ريد جرين بلو سب سيت كلر، وكلر اخرى متعلقه بالويب كلرز نسميها سيف ويب كلرز فور سيف براوزرز كلر. هنا كيف نحسب الكلر موجوده في الصوره؟ الكلر موجوده عددها هي 2 توتال كلر ريزوليوشن، كلر ريزوليوشن هو نمبر اوف بت، وبالتالي بامكاننا نحسب حجم الصوره اللي هي ايمج ريزوليوشن، راح يكون الايمج ريزوليوشن معناها طول الصوره في عرضها في الكلر في نمبر اوف بت، فنستطيع ان نحصل على الايمج سايز. في النظام العشري كلكم تعرفون النظام العشري هو من 0 الى 7، نظام من 0 الى عفوا الى 9 راح يكون هنا نظام العشري، والنظام الثماني من 0 الى 7، وهذا تمثيل لكل رقم 0، هذا 0 4 ديجيت، الواحد هذا، الاثنين 3، تعرفون هذا انتم بالباينري. بالنظام السادس عشر من 0 الى 9، وثم من الحروف اللي هي من اي بي سي، من 9 اي بي سي دي اي اف، راح تكون مثل الاف بالنسبه للنظام السادس عشر 1111 وهكذا، وبالنسبه للباينري تمثيل بهذه الارقام. الا شلون امثل البكسلز الملون؟ احنا قلنا البكسلز اي بكسل موجوده في الصور، لان احنا قلنا الالوان في المالتي ميديا تتعلق بالصور الملونه، اذا لما عندي صوره ملونه معناها عندي البكسل ملون، البكسل الملون معناها عندي 8 بت موجوده لكل بكسل، هذا ريد 8 بت، جرين 8 بت هنا. فتمثيل البكسل الملونه يكون بالشكل التالي، اذا هذا اول مجموعه تمثل لي الاحمر، والثاني البتات تمثل الاخضر، والثالث بتات تمثل لي الازرق، والنتيجه هي ريد جرين. فمثلا هنا شلون امثل البكسلز الملونه هذه اللي هي 24 بت، شلون امثلها بنظام السائل؟ طبعا راح هذا اجي هذا الاحمر، هذا الاخضر، وهذا الازرق، اجي ذول اثنين ما افصلهم، هذا راح يمثل لي الدي في نظام السادس عشر، وهذا يمثل لي التسعه طبعا هنا، لانه راح يمثل لي 2 اس 3، 2 اس 3 0 0 2 اس راح يكون 0، فيكون 2 اس 3 8 زائد 1 يكون 9، وهكذا بالنسبه 3 قيمته، وهذا بي وهذا اف 1 1 حسب لو تراجعون سلايدات مال النظام الانظمه، راح نلقي انه قيمه البكسل زي 24 بت ممثله بالنظام السادس عشر ب D9 3B 0F، وهذه الهاش معناها رمز إلى أن أنت تستخدم النظام السادس عشر. الألوان الأساسية في نظام الريد جرين بلو بالإضافة إلى اللون الأسود والأبيض، الألوان الأساسية هي ريد جرين بلو، فمثلا من أقول ريد معناها قيمته العظمى هي البيور 255، والجرين معناها صفر وياه، والبلو صفر، وهكذا بالنسبة للجرين راح يكون قيمته 205 يكون صفر صفر، وإذا مزجت هذه الألوان كلها 255 255 راح اطلع على اللون الابيض، اللون الاسود راح يكون هو عباره عن 0 ريد 0 جرين 0 بلو. السيان ماجنتا يلو راح يكون عندي بالسيان راح يكون ينتج لي من الاخضر وكذلك الازرق، ولكن الاحمر يكون عندي صفر، والنتيجه بمعنى انه الجرين زائد البلو، جرين زائد بلو. بالنسبه للماجنتا راح يكون الريد هنا زائد البلو والاخضر ماكو، وهكذا بالنسبه لليلو راح يكون النتيجه مالتي موجوده هنا. اما بالنسبه للسيان ماجنتا يلو، سيان ماجنتا يلو راح يكون الكلر الريد راح يكون بالشكل التالي، انه السيان راح يكون اليلو والماجنتا لهم قيم، والسيان راح يكون هنا بالنسبه صفر بالنسبه للريد، اي انه بزور راح يعني معناها يمتص السيان، وريفلكت يلو اند يلو اند ماجنتا، والنتيجه حصل على البيجمنتس اللي ينتج لي هي اللون الاحمر، وهكذا بالنسبه للجرين. ايضا بالنسبه للبلاك راح يكون بالبيجمنتس، راح يكون هو حاصل جمع القيم، راح يكون باليلو ماجنتا سيان، ثلاثتهم هاي الكميات ينتج لي باللون الاسود، وهكذا بالنسبه للسيان ماجنتا يلو بامكاني ان اقول انه سيان يساوي 205 ناقصا الاحمر، او ما يسمى 1 ناقص الاحمر، اذا سوينا السكيل من 0 الى 1 يكون 1، اذا السكيل من 0 الى 255 راح يكون 255 ماينس 4.
شلون احول القيم سيان ماجنتا يلو احتساب قيم من سيان ماجنتا؟ اذا عندي سيان ماجنتا حيث تمثل اقل قيمه بين قيم سيان، اذا عندي نظام سيان ماجنتا يلو شلون احصل على سيان ماجنتا يلو؟ اوكي شلون احولها؟ راح اجي السيان راح يكون هو سي ماينس ال على 255 ناخذ ال تمثل لي اقل قيمه بالسيان ماجنتا يلو والماجنتا كذا. اذا هذا حصل على اللون الاسود لانه هو موجود بالكي هنا بالسيان ماجنتا يلو هو ال على 255. نجي ناخذ امثله على مثلا عندي حول القيمه اللي هي 9603 هذه تمثل معناها انه ريد جرين بلو. فشلون احول الى نظام سيان ماجنتا يلو ماجنتا يلو؟ اوكي لازم اول مره احول هذا الى نظام سيان ماجنتا. اذا سي سيان يساوي 250 ناقص الريد 255 الريد هو 96 هذا طلع لنا هنا وهذا الام وهذه هي الواي. اقل قيمه هي ال 5 اذا هاي تمثل لي ال في هذه المعادله وبذلك صارت السيان هو 200 السيان اللي طلع لي 159 ناقص 55 على 200 ناقصا على 5 اطلع اذا بوين طلعت النسب سيان ماجنتا يلو. اوكي اذا اصبح النظام هذه قيمه هذا الاحمر الريد جرين بلو الملون قيمته بالسيان بالصبغات 52% 33% سيان ماجنتا وراح يمثل لي هذا 0% ما عندي فيه هنا وايضا راح يمثل لي هنا 21% بالنسبه للاسود. هنا مثلا هذا حول اللون هذا عندي لون موجود هنا مبين من الاشاره هذه الهاش معناه هو نظام السادس عشر الى الفضاء اللوني السيان ماجنتا يلو. اذا نقوم بتمثيل التمثيل 16 للنظام الى النظام العشري ثم نقوم بالتحويل من ريد جرين بلو الى سيان ماجنتا. اذا ذولا اول اثنين راح يمثل الريد ثاني اثنين ثالث اثنين يمثل لي ريد جرين بلو. هذا حوله بالنظام السادس عشر 7 في 16 زائد 10 قيمه الاي وهنا راح يكون 11 في 16 زائد 5 وهذا اذا طلع لنا ريد جرين بلو. هسه بكل بساطه اقدر احول الى سيان ماجنتا. سيان راح يمثل لي مثل ناقصا الار اللي هو هذا والماجنتا راح يكون المثل ناقصا جي الجرين وهذا اذا سيان ماجنتا يلو قيمته 133 74. اذا بكل بساطة يجوز تجيك multiple choices ان اللون الموجود هنا يعادل بسيان ماجنتا كذا هذا الرقم او نعطيك بعض الارقام فلازم عليك ان تجري هذه الحسابات حتى تختار الترو او تختار الاي ولا البي سي. الجاما كوركشن حقيقة احنا نستخدمها هنا اللايت emitted is in fact roughly proportional to the voltage raised to the power. This power is called gamma. فاذا راح يكون هو الفولتيه مرفوعه الى الجاما وهذه الى اس معين الى باور هذا الباور نسميه احنا الجاما. الفاليو مال الجاما راح تكون هي 2.2 او اقل او اكثر حسب ما انت تحصل على وضوح بالنسبه للصور واحنا بالايمج بروسيسنج العام جربنا لكم اياها من استخدام الجاما كوركشنز او بالايمج انهانسمنت. بس اف ذا فايل فاليو از ريد شانل is R, the screen image slight proportional to the R to the gamma. حسب هذا فإذا هذا نسميه gamma corrected. وبالتالي the correct signal gamma corrected raise it to the power واحد على gamma before transmission. Thus راح تكون linear signals هي هذه بالنسبة للأحمر شوفوها موجودة أمامكم. هنا راح يمثل لي هذا الضوء هنا نو جاما كوركشن وهذا عندي ضوء وهنا عندي تمثيل مادة بالفولتج فراح نشوف المناطق الداكنة هنا ما فيها إضاءة فحتى نسوي لها إضاءة راح نرفعها إلى جاما راح يصير كل عندي منطقة مضيئة أيضا وهذا مثال على ذلك. لاحظوا أنه هذه منطقة هنا سوداء وهنا هذه هي التدريج بعد ما سوينا جاما كوركشن لاحظوا هذه المنطقة السوداء أصبحت ممكن فصل بين هذه المناطق بعض الله. هذا طبعا يظهر كلش واضح لما نستخدمه بالصور سواء كان بالعرض أو سواء كان بالمعالجة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.